هنا بلدة النويدرات، الزمان شهر رمضان والحكاية هي ذاتها. إجرام خليفي لا يراعي حرمة لشهر الله ولا يحفظ شيئا من قواعد الدين والأخلاق والعروبة. الغازات السامة التي يمطرها مرتزقة آل خليفة على الصائمين لم تقتصر على الساحات وفي الشوارع العامة، ولكنها تسللت إلى بيوت الأهالي وفي أوقات الأسحار. السلام عليك يا وارث. وكأن المرتزقة لا يجدون وسيلة انتقام إلا بارتداء ثوب الشيطان التي تتربص للصائمين العابدين وتشوش عليهم ليالي الذكر والتقرب إلى الرحمن الرحيم. بك يا الله، بك يا الله. ولكن البلدة وكما هي بلدات البحرين تعرف كيف تحافظ على صومها وصبرها وصمودها كاملا ومكملا. هو موقف لا ينسى الوفاء للسجناء الصائمين الذين يعانون من شياطين المرتزقة داخل السجون، ولا يجد تيجان الوطن في هذا الشهر العظيم غير الإضراب عن الطعام احتجاجا على العذاب والاضطهاد وتأكيدا على المضي في طريق ذات الشوكة.